أهلا بكم في ترند. جسر بالمحبة يربطنا، بالشوق بيننا ممدود، تباعدنا كي نعود ونختصر مسافة أشواقنا من جديد. بهذه الكلمات علقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر، واللي حقق أكثر من 1,000,000 مشاهدة في أقل من 24 ساعة. آلاف التعليقات حصدها الفيديو من أبناء المملكتين شوقا وانتظارا للقرار المرتقب للسماح بالتنقل بين البلدين وكافة دول الخليج بعد أن تم إيقاف السفر من خلال المنافذ الحدودية البرية في 7 مارس الماضي. تبعتنا كي نرجع، تبعتنا وغدا نعود، أبدا لا شيء يفرقنا، لا يوجد سوء نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي في تويتر فيديو توعوي يتضمن الإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتبعها المسافرين قبل وعند السفر، فإمكانية السفر لا تعني عدم الالتزام. نتابع. توفيت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عام، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكانت الفنانة الراحلة قد أصيبت بالفيروس في مايو الماضي، ثم نقلت بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأعلنت ابنتها أميرة مختار خبر وفاتها عبر صفحتها على فيسبوك، وتقدم محبي الفنانة الراحلة لأسرتها بخالص التعازي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته. تفاجأ المهندس المصري أحمد صالح العطار بانتشار صورته وهو يربط حذاء ابنته بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقال بأنه يقوم بتوصيل ابنته سارة لأداء امتحاناتها حيث تدرس في الصف الثالث الثانوي، وأن ابنته في ليلة الامتحان قد سهرت حتى وقت متأخر من الليل لمراجعة المادة، وقد لاحظ تأثرها من شدة التعب والإرهاق وقلة النوم، فقام بدوره كأب وانحنى ليربط حذائها رغم رفضها ذلك كثيرا. تلك الصورة العفوية حصدت تفاعل كبير وآلاف التعليقات. نتابع بعض التغريدات. بدأ عشرات المسافرين في مطار تايوان منضبطين في الصفوف للقيام بإجراءات التسجيل قبل ركوب الطائرة، ولكن رحلتهم هذه المرة غير عادية، إذ أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان والطائرة لن تقلع. هذا الحدث الغريب من نوعه تم تنظيمه لتوعية الناس بالإجراءات التي ينبغي عليهم اتباعها عندما ينوون السفر من هذا المطار. ويقول منظمو الحدث أن 10,000 شخص شاركوا في السحب، وتم اختيار 30 منهم، وسمح لكل منهم أن يحضر معه ضيفا ليرافقه في هذه الرحلة التي ليس لها مقصد. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.